أسدل الستار على ليالي المديح الرمضانية التي ينظمها مركز ترانيم للفنون الشعبية، واعتبر القائمون على النشاط أن ليالي المديح تظاهرة ثقافية ناجحة لكونها شكلت مبادرة هامة لإحياء الشهر الكريم بالنشاط الثقافي والروحي المؤثر. أن تكون رسالة المهرجان قد وصلت لعموم الوطنيين الذين يجدون في المدح بناء مشركا وروحا تجتمع عليه الموريتانيين عموما على شيء واحد هو حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتمنى أن تكون الرسالة أيضا قد وصلت إلى الجهات الوصية وللمانحين رسالة مفادها أن المهرجان قد حقق النجاح الباهر بشهادة الجميع، نجاح تتراكم فيه الخبرات ويكبر بها وبتجارب القائمين عليهم واستلهامهم لماضي يجب أن يستمر لنستمر ويجب أن نحافظ عليه لنحافظ على ذاكرة بحجم حياة وطن. ويسعى النشاط حسب القائمين عليه إلى الاحتفاء بفن المديح بوصفه إرثا ثقافيا وروحيا تميز في موريتانيا بخصائصه الفنية عن أنماط الفنون الغنائية المشابهة له، كما أن المجتمع الموريتاني بحاجة لإعادة إحياء روحانيته وهديه الجامع المستمد من سيرة النبي الكريم وخلفائه الراشدين. وانتقد القائمون على المهرجان أداء عدة قطاعات حكومية كان يمكن أن تساهم في دعمه غير أنها أحجمت عن الدعم. نعتب على وزارة الثقافة والصناعة التقليدية وهي الوصية على الإرث الثقافي والحضاري للبلاد، نعتب عليها بعد قياب أي من يمثلها في المهرجان، بينما نتمنى أن تكون مجموعة نواكشوط الحضرية قد اقتنعت بضرورة تمويل مهرجان ليالي المدح بعد 3 أعوام من الانتظار ليظهر في شكله اللائق ويتسع ليصل المهرجان 5 أيام بدل 3 فقط. وشارك في هذه النسخة من المهرجان حوالي 30 من المداحة الممارسين لهذا الفن، قليلا ما جمعهم نشاط واحد، وهذا ما يضفي على التجربة أهمية لتطوير هذا الفن وبعثه نحو آفاق أوسع في واقع الحياة والفن.